والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. إلى ميرفت المليجي، أهلا بك ميرفت، تفضلي. شكرا نهى ويوسف، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. في إطار جهود الدولة للارتقاء بقطاع البترول، شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع اتفاقية تطوير نظم ممارسات السلام في قطاع البترول، وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنفيذ مبادرة لإطلاق مركز تدريبي متطور للسلام في قطاع البترول، وذلك وفق أحدث المعايير العالمية لممارسات السلام بالتعاون مع شركاء النجاح في مصر من المؤسسات وشركات البترول العالمية. ويستهدف المركز التدريبي المتطور لسلامة العاملين بالمشروعات من كافة التخصصات ومجالات العمل وليس مرحلة الإنشاءات فقط. شاركت مصر في الجلسة التشاورية الثانية الخاصة بالتشاور حول المبادرة العالمية للمخلفات 50، وذلك بحلول عام 2050 ومشاركة كل الدول الأفريقية. وخلال مشاركتها في الجلسة عبر الفيديو كونفرنس، أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ضرورة التوصل إلى أفكار مبتكرة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي في إدارة وتدوير المخلفات والاستفادة منها في مجالات عدة، لا سيما في مجال توليد الطاقة والبايوغاز، وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للمخلفات. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على تراجع جماعي بعد عمليات جني للأرباح بعد المكاسب التي شهدها سوق المال خلال الأيام الماضية. وتراجع رأس المال السوقي بنحو 2,900,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 665,390,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10,047 نقطة ليغلق عند 9,968 نقطة متراجعا بنحو 78%. أما مؤشر إي جي إكس 70 فقد فتح عند 2,011 نقطة ليغلق عند 1,998 نقطة منخفضا بنسبة 64%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند 2,938 نقطة ليغلق عند 2,917 نقطة متراجعا بنسبة 69%. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19.09 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع، اليورو 19.54 جنيه للشراء و 19.63 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني سجل اليوم 23.12 جنيه للشراء و 23.22 جنيه للبيع. وأمام العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.19 جنيه للشراء و 5.22 جنيه للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5.07 جنيه للشراء و 5.10 جنيه للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، انخفض الذهب العالمي ليصل إلى 1,786 دولارا للأوقية. أما محليا، فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 913 جنيها، عيار 21 1,065 جنيه، عيار 24 سجل 1,217 جنيها. أما الجنيه الذهب فقد وصل اليوم إلى 8,520 جنيها. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج متباينة، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المحتمل أن تقدم دلائل على ما إن كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقرر زيادة كبيرة لسعر الفائدة. وقد ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.3%، كما ارتفع مؤشر دبي بنسبة 1.1%، وصعد كذلك مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2%. في المقابل، انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.3% في ختام التعاملات.
نهاية أخبار الاقتصاد.